لماذا تنخفض أسعار النفط؟ يتحدد السعر في السوق العالمي وفقاً للعرض والطلب. في الصين على سبيل المثال يتباطأ النمو الاقتصادي حالياً، بحيث باتت المصانع تحتاج إلى كميات أقل من النفط. وفي الوقت نفسه يعرض المزيد من النفط في الأسواق. الولايات المتحدة استثمرت في عمليات تصنيع النفط واستخراجه، وذلك بكميات تكفي حتى للتصدير. لذلك انخفض سعر النفط. قيادة السيارات والتدفئة باتت أقل تكلفة في أوروبا أيضاً، أمر يسعد المستهلكين. لكن في الدول التي تعتمد على مبيعات النفط انخفضت الإيرادات والنتائج. نيجيريا بحاجة إلى قروض بالمليارات، ودائمو فنزويلا قلقون على سنداتهم، وفي روسيا تراجعت العملة، وحتى السعودية أكبر مصدر للنفط فقدت الكثير من المال. لماذا لا يتم خفض الكميات المستخرجة كما حدث عدة مرات في حالة انخفاض الأسعار؟ المراقبون يرون استراتيجية سياسية. البعض يقول إن الأمر يتعلق بالضغط على قطاع استخراج النفط في الولايات المتحدة، وآخرون يعتقدون أن المقصود عدم ترك فرصة للمنافس السياسي إيران التي عادت إلى السوق وتخطط لمضاعفة إنتاجها. انخفاض وارتفاع أسعار النفط يؤثر على الجميع وعلى كافة القطاعات في جميع البلدان. هكذا تشتري الدول المنتجة للنفط منتجات أقل من أوروبا، وصناديق الثروة السيادية لديها تبيع أسهمها للشركات الأوروبية، ما يشكل ضغوطاً على الشركات والأسواق المالية. والخلاصة أنه إذا انخفضت أسعار النفط بشكل حاد كما في العام الماضي، فستؤثر التبعات المترتبة على العالم الاقتصادي ككل.